صحيح، قلت انا كان ما كرنيش رجعت، خليت روحي يعني كي خرجت خليتها هكاك. الحكايه خير من اللي رجعت وزادت بالتيم، بل على خاطر فما ظروف صارت اللي خلات تصير برشا مشاكل، وهي المشاكل هذه ما صارتش حتى كان معايا انا بركره، صارت حتى مع المرحوم لسعد البرتاني راه الله يرحمه، صارت حتى مع رمزي من توجاني، أما نوع مشاكل مع المدرب اكسبيريا وقتها ولا معلول؟ لا نبيل معلول، معلول، نبيل نبيل معلول. معلول وقتها. علاش؟ والله ما نيش باش نقعد ندخل في اللي ديتاي هذوما، على خاطر العباد تحب تسمع لي ديتاي وتحب تسمع التاريخ شنو صار وشنو فما وعلاش وكيفاش. عنده رؤية وقتها، ما فنية بالنسبة معناها، فوالا أمور فنية معناها، أمور ما فنية كانتش مشاكل ولا حاجة. ولا هي فهمت، هو صار مشكل صغير من الأول شنو؟ الحقيقة صار مشكل نتاع الكابيتانا في النادي بينك انت الإفريقي. وخالد المولهي، ما تقوليش بيني انا وخالد انت المولهي، كنت كابيتان خاطر وقتها. شو خالد المولهي راهو اصغر مني، ومسكين الطفل راهو ما عندوش دخل فيها، راهي تعطات له بالسيف. قصدي مش مشكل بينك وخالد المولهي، قصدي الكابيتان بينك وبين خالد الكابيتن المولهي، مش فوالا مشكل بينك وبين خالد، معناها علاش قصدي؟ فوالا، قولي بيني انا والكابيتان نسمعك. واضح واضح. وهي وقتها حتى الكابيتان مره ناخذها انا وقت اللي رجعت، ومره محمد المكشر، باهي يعني ما هوش مشكل الكابيتان، من العقلية والكيف صارت الحكاية هنا فهمت، اللي يخليك يعني تتسائل شفمة. نحالك كابيتانات تقلقت؟ مش هو مش نحاهالك يعني راك تتقلق، الصفة كيف التصرف، كيفاش نحاه، كيفاش نحى الكابيتانا، على خاطر شو في النادي الافريقي اللي فما برشا ناس ما تعرفوش، راهو فما عادات وفما تقاليد في كل جمعيه، هذا عارفينه ولا؟ في النادي الافريقي فما عادات وفما تقاليد، ديما ولد الجمعيه هو اللي يكون كابيتان، واضح؟ واللي اهم منه هو الكبير. باهي ما تقبلتهاش انت؟ مش ما تقبلتهاش يا ودي، انت جيت قلبت التقاليد نتاع النادي الافريقي، كيفاش باش نقبلها انا؟ انا ما نقبلهاش كلاعب محب للنادي الافريقي، ما نقبلهاش. ما تعرفش انا علاش اللي حاب قلقني، يقزمك؟ انا اللي قلقني، اللي قلقني مش التقزيم، مش هذا اللي قلقني، المسؤولين كيفاش قبلوا شيء هذا، كرئيس، كنائب، كمسؤولين، كمسؤول، يعني انتوما كيفاش انتوما تقاليدكم توا فهمتي. كان هو كان مع فوزي الرويسي، كان معنا مسؤول وقتها، انا ديجا قلتها لفوزي الرويسي، قلت له يا فوزي، قلت له نحن في تقاليدنا في جمعيتنا فما صغير ياخو الكابيتان على الكبير، راهي ما تقابلش، راهي ما تجيش. قال لك؟ سكت، شو عنده باش يقول لي؟ فما حاجه صايره. حسيتها كلي معناتها كلي سامحني في كلمه كلي حاب يقزمك. مش حاب يقزمك، حاب عنده فكره في مخه يحب يبعدها. ريت مثلا انت ككابيتان غاديك، يعني شو ديما الكابيتان يعني يصعب كونه هو باش يبعد من من من, من التشكيله الاساسيه، واضحه ولا؟ واضح، معناها عادي باش ولينا نحيك بعض. انت ما عادش كابيتان، يعني انت كي باش ينحيك الناس الكل باش يعني باش تقبل الوضعيه، يعني تنجم تقبلها كيما تنجم لا، هذيك حكايه اخرى. اما مش كيما انت كونك كابيتان وتعطي في روندمون، هذيك هو الاشكال. الهدف الاول للنادي الافريقي باسيرو كومبوري في الدقيقه الثالثه من المقابله. باهي في العوده حمدي، ساومت بعض الفرنسي في العوده؟ شنو؟ ساومت الكلوب بوفر من فرنسا؟ لا، جاني اوفر من فرنسا، ما كان سيريو، ما كان سيريو، ما كان سيريو يعني. ساومت بيه الهيئه بتاع الكلوب؟ لا لا، عمري ما ساومت. ترى انا شو، يا ابيض يا كحل، يا ابيض يا اسود، تعطيني خويا ها واش نحب، ايجا نتقاربوا وجهات نظر نتاعنا نتقاربوا، اما انت تفرض عليا فهمتني شيء نتاعك انت، انا ما نقبلوش. انا عندي فهمتني شنو نحب، وانت عندك شنو تحب. منين لوفر وقتها من فرنسا؟ انا قلت لك ماهوش سوريو، ما نحكيش عليه حاجه، ماهوش سوريو وقتها فهمتني، وقتها كلامه برا فهمتني، وفهمتني وكان وقتها شو اسمه هو، نسيت اسمه هو، مناجير وقتها محترم برشا هو، كادير، 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 تحية لي، تحية لي. اي هو جابهولك؟ اي هو جابهولك. مي وقتها ماهوش العباد كيفاش تقبلت عودتك وقتها؟ الجمهور اللي شاف حمدي خرج قبل العامين بطريقه ما يشبه، الجمهور كيفاش تقبل عودتك؟ والله شو شو وقت اللي رجعت ما ريتش برشا مشاكل، ما فماش حاجات يعني، خاطر ديجا وقتها قاعد نكور وماركيت فهمتني، وماركيت وقتها كونتر سيابي وبونتو فهمتي ديزيزيف
واضح، والجمهور كامل عايت وقتها باسمي. دونك كسبتهم بالبونتو سايد. لا مش كسبتهم بالبونتو، راهو روندمون هو اللي يكسبك في الجمهور، مش بونتو كسب، فهمت؟ يعني قبلت نورمال، من بعد فما حاجات خدمت، فما حاجات خدمت، يعني نقول لك فما حاجات خدمت. فما شكون حرض عليك فما الجمهور؟ فما شكون حرض عليا في الجريدة زاد. نجم تقول شكون؟ ها؟ شكون؟ اسمه العابدي، شنو عبد الكريم العابدي؟ اه صحافي معناها. صحافي. علاش؟ الله اعلم. كان عندك خلاف معاه؟ ما عندي ما حتى خلاف. اما فما شكون يوز فيه؟ شكون وز؟ خاطر شوك يكتب عليك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، شوك. شكون وز؟ مرة. شكون وز وفهمت شوف. شوف شكون. نسأل فيك أنت أكيد تعرف. أنا أكيد نعرف. تحب نقول لك أنا شكون؟ بيان سور، نحب كل شيء بالمكشوف. فما مسؤول. اللي هو؟ متردد حسك نقول وما نقولوش. خاطر للتاريخ باش العباد تعمل، ماكش تسب وأنت باش تقول شنو صار بالضبط. سي شريف. صار مشكل معاه؟ ما نعرفش. هاني قلت لك أنا راني ما عنديش مشكل مع سي الأمين، بالعكس. أنا حتى كي صحح لي كونترات وقبلت باللي قال. من بعد فما فما قلت لك فما اختيارات صايرة فنية يلزموا هذا يبعد. مقالات نقدية ولا شنو بالضبط؟ يا ودي يا ريتها تنقد بركة. يعني انسان يحب ظاهر يحب يفيزي فيك باش يكرتيك باش يدور عليك جمهور. واضح. واضحة العملية. به. وهذايا فهمتني راهو حتى فيها يعني اش قلت لك هي حكاية فما رؤية نتاع فنية هي اللي خلات انا وغيري راهو عندي فما زوز حتى الاسعد المرحوم لما يمشوز راهو كيف كيف راهو وش اسمه حتى رمزي التوجاني بو انا اكثر مش كيفهم هم باهي دربي ولا قسم السليمي كنت موجود فيه انت في 2005 شنو صار وقتها؟ رباعيه كانت وقتها والله ظروف حكمت كونها فهمتي خسرنا ما رانا كنا اوني بيان راهو سور تيران راهو حمدي فكلكم غلبكم بعد المقابلة من عماد ترابلسي اي ما مش المفاتح مش الكرهب فكلكم فاتح كرهب فكوا المفاتح انا وقت ما انا مفتاحي عندي فما فيزاو يعني كيلكو جوارات فهمتني نحاولهم المفاتح نتاعهم علاش خاطر وقتها باش نقول لك خاطر وقتها فما جوارات خذيت وقتها كرهب عن طريق سي عماد ترابلسي واضح من واحد يعرفه هو وقتها فهمتني شنو كيفاش الفلوس وكيفاش بينهم بينه هو وعماد ترابلسي من بعد فك لهم علاش انت ليه؟ انا ما نكذبش عليك انا يحبني علاش؟ مقتنع بيا وانا ليومنا هذا راني نحترمه السيد هذاك يقولوا كان يهين اللاعبين حتى بعد الدرب هذاك اهان برشا من اللاعبين يسبهم سماحهم ما يكرهوا هذه غلطة وهذا قالوا خالد المولي باش نكونوا واضحين هذه غلطة من الغلطات اللي هو غلطها ما كاروش وديجا انا حتى وقت اللي فكت المفاتح انا كلمته بالتليفون ونلحلح بهم قلوا يا سي عماد امان الله يخليك كل شيء اعمله خويا تصرف تحب فلوس تحب تنحي كذا ما تخلي نحي رجع لهم كرهبهم وخلينا خاطر راو صدم علينا جمهور راو عبارة نحي نحى المفاتح راه صدم علينا جمهور كامل راه وحتى نطلبوا في الامن باش يجي حتى حد ما يجاو فيك باهي تو نجي خليكم راس راس خلينا قعدنا راس راس من بعد اعاز منه هو لا ما مانيش انا باش نقول في اعاز منه هو اما الظروف تشير الى هذا واضح خاطر العمليه اللي صارت تاع انسان يقعد يضغط عليك بطريقه اخرى فهمت اللي كونك انت ما كنت متخاذل وهاو شنو ينجم يصير فيك في النادي الافريقي وهذه صوره راهي ماهيش حلوه انا رايي الشخصي ونقولها له حتى في وجهه ونقول له يا سي عماد ما كاركش عملت كيف كنت متخاذل فهم لعبي تخاذل وقتها باش نقول لا مش يعني هو في النظريه نتاعو هو هي تخاذلت اما ريالمون نحن ما علاش باش نتخاذلوا ما عندناش علاش لا ما يساعدكش كونك انت تتخاذل مع النادي الافريقي راهو في صورتك انت وكمردودك ما يصيرش اما انا علاش وقتها انا نقول له لا ما تعملش هكاك يعني انا قلت له امان يا سي عماد سيب عليك من الحكايه هذه خاطر من بعد صارت مشكله حتى في السلطه الفوق صار خيمو سمع بها وقتها فهمتني المرحوم زين عبدين بن علي سمع بها الحكايه لا بروف
اللي من بعدها هي ما كملش عمل تربيزي في النادي الافريقي. بعدوا على الكلوب. بعدوا على الكلوب خاطر فهمت في التصرفات اللي من التصرفات اللي خلاته اللي وصلت وقتها للرئيس اللي خلات باش تبعد وقتها بعدوا عماد طرابلسي من النادي الافريقي. باهي كيفاش خرجت من الكلوب؟ شنو في الثانية ولا في الأولى؟ الثانية حكينا عليها الأولى في الثانية لا كملت كونتراتويا وقتها وخرجت على روحي. هذايا قتيش 2006 2007 ولا بعد؟ 2006 اي ما عرضوش عليك باش تكمل وقتها؟ لا لا وقت سيء وقتها فسدت العلاقة وقتها مانيش قاعد وقتها ما قلت لك هي مقعد وقتها من بعد في آخر السيزون مانيش قاعد نكور صارت ظروف ومشاكل وفما شكون حب يعمل الحكاية هذه واضح شكون يخسر في النازلة النادي الإفريقي راهو انتر بارونتيز ما خسر حتى حد.